يعني إذا تعارضت مصلحة المسنون مع الواجب فإنه يقدم الواجب وجوبا، كما إذا أقيمت الصلاة وأنت لم تصلي الراتبة، وأنت لم تصلي الراتبة، فهل تشرع في الصلاة المفروضة أو تشرع في الراتبة؟ الجواب تشرع في المفروضة وجوبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، كما عند مسلم في الصحيح. نعم.